نظمت كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين حفل إطلاق هويتها الجديدة تحت شعار إمكاناتك بلا حدود بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء الكلية. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير التربية والتعليم أن تدشين الهوية الجديدة يبشر بفصل جديد ومثمر للكلية التي أصبحت إحدى ركائز التعليم العالي في مملكة البحرين، مشيرا إلى مسيرة الكلية الحافلة بالإنجازات خلال الأعوام الـ16 الماضية. تحت شعار إمكاناتك بلا حدود تأتي الهوية الجديدة لبوليتكنيك البحرين لتعكس قيم وتفرد بوليتكنيك البحرين كمؤسسة تعليمية رائدة لتكون رمزا للتميز والإبداع في مجالات متعددة، كما أنها ترسخ السمعة الطيبة التي بنتها البوليتكنيك والنجاح الذي أحرزته خلال السنوات الماضية من خلال تعزيز جودة برامجها الأكاديمية وتبنيها لأساليب فريدة في التدريس، ومنها التعلم القائم على حل المشكلات وجودة مخرجاتها بما يلبي احتياجات سوق العمل. إطلاق الهوية الجديدة لبوليتكنيك البحرين هي عبارة عن خطة بدأت بمجموعة من الإجراءات التطويرية لبوليتكنيك، كان في مقدمتها توسعة البوليتكنيك بالدرجة الأولى من حيث دمجها مع معهد البحرين للتدريب، إعطاء مساحة أكبر لأكبر عدد ممكن من الطلبة للالتحاق بالبوليتكنيك، تطوير البرامج التطبيقية والتدريبية الموجودة في البوليتكنيك، الارتقاء بمستوى جودة التدريس، وفي نفس الوقت تطوير المنشآت التعليمية التابعة للبوليتكنيك، وغير ذلك من تطويرات انتهت بتغيير وتطوير الهوية الجديدة لهذه الكلية، والتي طبعا في الواقع سوف تركز على تقديم خدمات تعليمية أفضل لمنتسبي هذه الكلية، وأن تعمل على استقطاب المزيد من الطلبة الراغبين في دراسة التعليم التطبيقي. بوليتكنيك البحرين تسعى إلى إحداث تغيير إيجابي وبناء شراكات جديدة تعمل على تعزيز الابتكار والتطور، ولقد سعت بوليتكنيك البحرين في السنوات الأخيرة إلى رفع شعار البوليتكنيك للجميع الذي يهدف إلى إتاحة التعليم والتعلم لكل من يرغب في خوض غمار هذه الرحلة التي لا حدود لها. لقد عملنا على هذه الهوية الجديدة منذ أشهر، وقد تم إطلاق هذه الهوية الجديدة بعد 16 سنة. جاء ذلك تزامنا مع التغييرات الجديدة في بوليتكنيك البحرين وفي هيكلتها، وقد شعرنا بأنه حان الوقت لتغيير الهوية وقد نقلناها إلى مستوى أفضل. وبجانب ذلك نحن نعمل أيضا على تغيير نظام الكلية، وهذه الهوية الجديدة تتماشى مع التحديثات الأكاديمية. يشار إلى أن الهوية الجديدة لبوليتكنيك البحرين تتكون من 3 عناصر رئيسية تمثل الرحلة التعليمية للطلبة ومساراتهم التعليمية ومنحنى التعلم والمهارات الفنية والطرق التي يسلكها الطلاب، ويكملها درع يرمز إلى دور المؤسسة في حماية المعرفة والوفاء بوعدها عن طريق حماية مجتمعها، فيما يعكس الدرع الخارجي الثقة الشخصية والحكمة والشعور بالإنجاز الشخصي، ويقدم هذا الإطار التمثيلي وعدا بأن الطلبة سيكتسبون المهارات الضرورية لنجاح مدى الحياة. بوليتكنيك البحرين هي المؤسسة التعليمية التي تقدم برامج أكاديمية متنوعة تهدف إلى إعداد خريجيها للعمل على مستوى عال من المهنية والقدرة على ريادة الأعمال. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.